خلونا نبدأ في الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا نقول بالنسبة لحبايبي من برج الأسد، واللي كانت أمورهم متوترة جدا الفترة اللي فاتت، كان رؤسائهم غير راضين عنهم أو كانوا مضطهدونهم بشكل من الأشكال في العمل. كنت تعبان جدا ومتكاتفة عليك كل الأسباب علشان تخليك تزعل وتتضايق يا برج الأسد، ولكنك كنت صامد حتى النهاية. كنت بتحاول ان انت تفضل ماشي في سكتك، مفيش حاجة ابدا تلخبطك ولا تبرجلك. كنت بتشتغل بمنتهى الجدية، كنت بتشتغل وبتجتهد وما كنتش بتهتم لكلام المحيطين. اي نعم كان بيضايقك، اي نعم كان في اوقات من الوقت بتقف مع نفسك وتقول ليه ليه، لان في اطراف خارجية كانت بتحاول ان هي تهز صورتك وتنزعك من على عرشك في الشغل. كمان بالنسبة للمتزوجين والمرتبطين، كان في تداخل كتيرة من العائلات في حياتكم وحياة أزواجكم. كمان المحبين كان في تدخلات كتيرة، كان في ناس كتيرة حاطة عينيها وحاطة مناخيرها وحاطة ايدها في حياتك يا برج الأسد، وده كان مسبب لك مضايقة جدا. أحب أقول لك اطمن، خلاص كل ايديهم اتشالت، الكل هيرضى عنك، نظامك هيمشي حلو، ورؤسائك هيرضوا عنك، الكبار في العائلات هيرضوا عنك، وهتبقى فيه خيرات كتير. طيب بالنسبة للحبيب اللي باعد بقاله فترة ومختفي وعامل بلوكات، او مش عامل بس هو مختفي، انتوا تعبانين جدا قاعدين تفكروا يا ترى هو فين. هو تعبان زيكم بالظبط وبيفكر فيكم بكل ما اوتي، بيفكر ان هو يرجع لكم في كل لحظة 100 مرة، ولكن ما عندوش الشجاعة الكافية ان هو يرجع ويقدم على هذه الخطوة. بيراقبكم من بعيد، بيبص عليكم، بيشوف افعالكم، بيشوف بتكلموا مين، بيشوف بتقولوا ايه، بيشوف ردود افعالكم، بيشوف يا ترى انتوا واصلين لفين، عرفتوا حبيب تاني ولا لسه. بيراقبكم وفي كل سكناتكم وفي كل حركاتكم، يعني لدرجة في معظمكم او بعضكم بيلاقي الحبيب ماشي من الشارع اللي قدامه او الزوج. طب وانت ايه اللي جايبك هنا؟ هو بيلف حواليكم في كل مكان وفي كل اتجاه، مش مرتاح، مش مطمن، خايف ان انتوا تروحوا من ايديه. هو ده اللي قادر يعمله، انما ان هو ياخد خطوة ايجابية ويجي ويدخل في الموضوع ويقول نصطلح او نرجع لبعض، لسه ما عندوش الجراءة الكافية، ولكن هو على اهبة الاستعداد ان شاء الله، وفي اقرب وقت يكون مصطلح معاكم. هنقول برضو بالنسبة حبايبي من برج الأسد، في برضو منكم كانوا تعرضوا لأعمال سحرية شريرة، بعدتكم عن اللي انتوا بتحبوهم، كان في ناس بتحاول ان هي تتداخل علشان خاطر تسرقكم. كمان ماديا يعني في ناس كانوا عاملين عنكم سحر، عاملين ليكم سحر، معلش عاملين ليكم سحر، او شخص كمان انتوا رحتوا له علشان تتعالجوا فهو عمل لكم سحر علشان كل شوية تيجوا وتصرفوا فلوسكم عنده، كل شوية تبعدهم وترجعوا تقربوا وتاخدوا فلوسكم تدوها له. إنسان مبتذ إلى أبعد الدرجات، ما كانش بيعالج بأي وسيلة من الطرق، ولذلك ما حصلش أي تحسن ولا حصل أي رجوع ليكم مع الأحباب أو الزوج، لأن هو ما بيعالجش، هو بيعمل أسحار، فهو بيستدر فلوسكم. كل ما تروحهم ياخد منكم فلوس، وهنعالج وهنصلح وهنظبط، وهو ما بيعملش كده أبدا، غير انه كل شويه ياخد منكم فلوس تاني وتالت، لدرجه ان في معظمكم او عدد منكم فكروا في السفر، فكروا في الهجره علشان خاطر هم مش قادرين يحصلوا على محبينهم، فخلاص احنا هنبعد، احنا مش لاقيين حل، احنا الاسحار دي ما بتخلص، احنا الحسد ده ما بيخلص، احنا الناس دايما بصلنا، احنا تعبنا اجهدنا، كل ده كان صعب جدا 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 عليكم يا برج الاسد. ربنا ان شاء الله هيبعت لكم فرج، هنعمل قراءة مخصوص دلوقتي على المنفصلين واللي عندهم سحر، النظام بتاعهم ايه والحالة هتخلص امتى. خلينا نشوف برضو مجال العمل والمال والصحة. بالنسبة للعمل فان شاء الله ليكم استقرار منقطع النظير، في استراحة وقعدة ووقفة مع النفس كده، وان انتوا تاخدوا نفس كده وتقولوا ياه احنا تعبنا كتير، بس خلاص ان شاء الله الراحة جاية بلا اكتفاء. تمام. بالنسبة للمال، فالمال جاي من الباب والشباك ومن فوق الارض ومن تحت الارض ومن كل حتة، اي مكان ممكن ان يدخل لكم منه فلوس هيدخل ان شاء الله.
اي فلوس انتم منتظرينها وكانت متأخرة هتيجي. في سيطرة كاملة وتامة في هذا الوقت من السنة لبرج الأسد، فهو أصلا كل الحظوظ معاك، الطالع والشمسي والقمري ماشي والزهرة، كل ده معاكم يا برج الأسد. فما تقلقوش وما تتوتروش، وإن شاء الله كلكم خير وكلكم سعادة. بالنسبة للصحة فإن شاء الله في تحسن كبير، واللي كانوا بيعانوا منكم من وعكة صحية هيروقوا ويقوموا بالسلامة. كمان لو في حد من أسرتكم تعبان أو مريض أو متكاترة عليه الأمراض والآلام هيكون له شفاء إن شاء الله. خلينا دلوقتي نتكلم على المنفصلين واللي تعرضوا للسحر علشان الانفصال، إمتى وإزاي والحد فين ومع مين هيكون الحل والرجوع هيكون شكله إيه. خلينا نقول إمتى، فهو في خلال من 5 أسابيع ل5 شهور هيكون في شفاء تام من السحر وفي رجوع تام إن شاء الله للحبيب، لأن هيكون في شفاء تام. طيب إزاي؟ إزاي بإنكم هتتعرضوا لشخص بيعرف ربنا بيتقي الله، شخص مؤتمن هيعمل لكم العلاج ومش هياخد منكم أي مقابل مالي. طبعا أنا معرفش حاجة عن الأشخاص اللي بيعالجوا ومعرفش حد بعينه، علشان الناس اللي بتدخل لي على الخاص تقول لي رشحي لي حد يعالجني او انت عالجيني، من قال لا اعلم فقد افتى، انا ملياش في السكة دي. تمام. إيه ازاي او لحد امتى هتفضلوا كده؟ زي ما احنا قلنا في خلال 5 اسابيع او 5 شهور ان شاء الله يكون الشفاء تام ويكون الحبيب رجع ان شاء الله. مين اللي كان عامل الاسحار؟ اللي عامل الاسحار ديت حد من طرف، حد مقرب ليكم جدا، وللأسف هو كان قاصد السلامة، ما كانش قاصد إنه يعمل شر، ولكنه عمل شر بغير علم. تمام. هتتحل إزاي؟ هتتحل زي ما احنا قلنا بعلاج قرآني إن شاء الله، هيكشف كل حاجة وهيكون طويل الأمد بس هيعالج. ما ينفعش تسيبه كده، ما ينفعش تسيبه تعبانين. هتدفعوا فلوس؟ لا، ما انتوش هتدفعوا في فلوس، هيكون في عدالة وهيكون في رجوع وهيكون في صلح وهيكون في مصالحة وهيكون في أعاد مع كبارات العيلتين، هيكون في أعاد مع الحبيب ومعرفة سبل الرجوع مع بعض ازاي، هيكون ليكم في مصادر كتيرة ان شاء الله للرجوع. اختاروا اسهل الطرق واقصرها علشان ترجعوا لبعض في اسرع ما يكون، وان شاء الله هيكون كل الخير وكل السعادة ليكم. خلينا نتكلم بقى بالنسبة ل بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للمرتبطين والمتزوجين هنقول قراءتهم العاطفية بتقول ايه. قراءتكم العاطفية بتقول قللوا من المشاكل، قللوا من الخناقات، قللوا من الخلافات، ما تخلوش حد يدخل بينكم، ما تخلوش حد يتوسط ما بينكم للصلح. لو حصل مشكلة حلوها بينكم وبين بعض، ما تخرجوش الأمور برة. في ليكم تحسين في الأوضاع الزوجية، في عندكم حياة زوجية سعيدة ومستقرة، في عندكم رحلة قريب لمكان هتغيروا فيه جو، هيكون خروجة الهنا والسعد إن شاء الله. عايزين نقول اللي حاسة أو حاسس من الزوجة أو الشريكة أو الحبيبة بتغير وحاسين ان ممكن تكون بتخون او بيخون او هيسيبني او بيعرف عليا او بتعرف عليا وهتفر، كل دي مجرد شكوك ان شاء الله، ما فيش منها حاجة ابدا حقيقية. قللوا الشكوك شوية وان شاء الله ربنا هيبعت لكم كل الخير. القراءة ديت كانت للمرتبطين والمتزوجين. تمام. دلوقتي هنشوف بقى بالنسبة للمتأخرين الزواج والعزاب. سبحان الله، أوقات كتيرة ببقى بقول حاجة تطلع حاجة تانية، سبحان الله هو مش مترتبة. فخلينا نقول بالنسبة للعزاب ومتأخرين الزواج إن شاء الله في فرص كبيرة، أولا للتحسن المالي، ثانيا للخروج والفسح، ثالثا علشان معرفة حبيب. خلي بالكم ان الحبيب اللي هيجيلكوا هيكون خارج لسه من علاقة تانية فاشلة وحشة،
وهيكون عايز طبيب كتير وعايز حد يداوي جروحه وعايز يتعرف على حد يساعده. او انتوا عندكم الامكانية ديت والحبيب جالكم بالمواصفات دي، اعرفوا ان في الخير ان شاء الله، لان هو تعب في علاقة قبل كده وما هوش هيكرر الاخطاء، وهو ما هواش كان هو الظالم، ده هو كان مظلوم، فهو محتاج مدوية وتطبيب لجراحه. ان شاء الله ليكم كل الفرح وكل الانتظار اللي انتم انتظرتوه، ربنا هيعوضكم بيه كل خير. هتلاقوا الخير في ايامكم اللي جايه ان شاء الله، وهتلاقوا السعاده. بتمنى لكم كل الخير، بتمنى ان انتم ما تنسونيش من اللايك والشير والاشتراك في القناه. اترككم في رعايه الله وامنه، كانت مع